السلام عليكم السعدي محمد عبد الرحمن، مؤسس جمعية طارق بن زياد. أنا جد سعيد كنت تواجد هنا في إقليم طاطا في ضيافة جمعية عائلتي للتنمية المستدامة بأديس، وكان اليوم واحد لقاء تواصلي مع فعالية المجتمع المدني بحضور المدير الإقليمي للتربية بإقليم طاطا، وكان لقاء متميز. عرضنا فيه استراتيجية ديال مركز التكوين وتأهيل الشباب التابع للجمعية، استراتيجية مخطط استراتيجي ديال 2019-2024. إذا كان هذا اللقاء كي يتمحور على نقل تجربة جمعية طارق بن زياد إلى إقليم طاطا. هذا المحور، هذا المشروع ديال المخطط الاستراتيجي في 5 المحاور الأساسية. الأول هو إعداد التلاميذ لولوج عالم التنمية، فيه 4 ديال البرامج. والمحور الثاني هو تأطير ومرافقة الشباب للاندماج في الحياة العامة، الشأن المحلي، العمل الجمعوي، العمل التنموي. والمحور الثالث هو التمكين الاقتصادي للشباب. السلام عليكم، معكم حسناء العزاوي، رئيسة جمعية أفيد، جمعية تيتي عزاوي هدان النسائية للتنمية في تيزنيت. بالنسبة لجمعية تيتي عزاوي هدا، يعني استفدت بزاف من التجربة ديال جمعية طارق بن زياد، يعني بما أنها بغات تنقل التجربة ديالها لأقاليم أخرى، كلينا كننقلوا معاهم تجربة لأقاليم أخرى. اللي وحنايا في إقليم طاطا كنتمناو إن شاء الله أنه يتخلق واحد مركز نموذجي للتنمية المحلية خاص بإقليم طاطا، لأنه هو اللي كاين عندنا في تيزنيت، هو باش طورنا يعني الجمعية ديال أفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللقاء التواصلي يأتي ضمن أنشطة جمعية عائلتي المنظم من طرف جمعية طريق بن زياد، وبالأخص مركز تأهيل الشباب التابع لهذه الجمعية، والذي يروم في الحقيقة إلى إدماج التلاميذ في التنمية عن طريق مباريات داخل المؤسسات التعليمية وكذلك داخل الجمعيات، اللي هو في الحقيقة كيبدأ من السنة الرابعة إلى السنة الثالثة بكالوريا، والذي يستهدف إلى خلق مشاريع داخل المؤسسات وتمويلها من طرف الفاعلين الاقتصاديين، والهدف منه إعداد تلاميذ قادرين على الترفع والدفاع عن مشاريعهم لتحقيق هذه المشاريع على أرض الواقع. والهدف الأكبر منه هو تكوين تلاميذ قياديين فاعلين قادرين على حمل مشاريع قابلة للإنجاز في الأرض الواقع في حياتهم العملية وفي حياتهم الشخصية. وشكرا. نصر، رئيس جمعية عائلتي للتنمية المستدامة. احنا الان يعني مثلا بصدد البرنامج الاول اللي هو تنظيم مشاريع التلاميذ المدرسية، لقاء تواصلي مع الساكنة والمجتمع المدني والأطر التربوية والتنموية الفاعلة في جامعة أديس وفي طاطا، ونستقبل في هذا اللقاء مركز طارق بن زياد من طرف التلاميذ، الذي هو لان الهدف هو التلميذ من اجلها، شي استاذ ولا شي كبير، وهو مركز للتكوين وتأطير الشباب. هذا المركز تابع لجمعية طارق بن زياد بأيتما. هذه الجمعية التي تأسست سنة 1994 أبت إلا وأن تنقل تجربتها المهمة في ميدان جمعوي لإقليم طاطا، لجمعيات إقليم طاطا، ونحن نرحب بمبادرتها القيمة وبمشروعها المجتمعي الواعي الهادف، والذي يستهدف مما يستهدف خلق التنمية في الإقليم. وقد جاء هذا المركز بثلة من المشاريع ذات طابع جهوي لتصريفها إقليميا في طاطا،
من ضمن المشاريع التي يعني التي أتى بها هذا المركز مشروع مبادرة المشاريع التعليمية. هذا المشروع الذي يستهدف المدرسة للرفع من قدرات التلاميذ وجعله. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.